من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري؟ صور كثير بتنشرها ياسمين صبري على السوشيال ميديا من يومياتها، بالطائرة، السيارة، اليخت، البيت، وأكيد المطاعم والأماكن اللي بتسافر لها. وبعدد كبير من هالصور بنشوف شاب معاها وهو أخوها غير الشقيق، فهو ابن والدتها من زوجها الثاني واسمه رئيس حسب صفحته على إنستغرام، واللي بيعيش ببريطانيا وقرر يقضي الإجازة بمصر. ويمكن الكثار منا بيتذكروا بهالصورة اللي انشهرت كثير وقت ما طلع خبر ارتباط ياسمين بأبو هشيمة. وبالرغم من أنه هو مش الأخ الوحيد لياسمين، لكنه أكثر واحد انعرف بإخوانها، والسبب يمكن أنه هو الأقرب من بينهم إلها. فمع أنه في فرق بالعمر بينهم، لكن هذا ما بيمنع أنه عندهم كثير من الصفات المشتركة، منهم أنه بيحب البراندز ودايماً بيصور ستوريز للمقتنيات الغالية اللي بيمتلكها، وتماماً مثل ياسمين اللي بتحب تظهر مجوهراتها الغالية. أما الشيء الثاني المشترك بينهم فهو حبهم للسفر، ويبدو أنهم بيتفقوا حتى على الأماكن، لهيك أكثر الأوقات بيسافروا سوا. وطبيعي كثير ما بتتركوا ياسمين من غير ما تحببوا بالرياضة وتخلي الورك اوت شيء أساسي بحياته. وبدورها هي تعلمت الصيد معه، كونه الصيد الهواية المفضلة له. والصفة الأهم بينهم أنه عندهم حب كبير للصور. ويبدو أنه رئيس متأثر بمحمد رمضان، لهيك بيحرص بأغلب الأوقات يبين ابنه نمبر وان، وحتى أنه مسمي نفسه على إنستغرام حجي نمبر وان.